ناس كتيرة اتكلمت في موضوع محمد الشناوي ان هو مش هيكون موجود في الاولمبياد علشان الاهلي هيلعب يوم 17. طيب هو في سؤال، ليه محمد الشناوي فقط لا غير؟ وهل شوقي غريب ومع احتفاظ بلقب كابتن شوقي طبعا اختار محمد الشناوي ولا ما اختاروش؟ كابتن شوقي غريب عنده حسابات جوه، محمد الشناوي على راداره من المؤكد رغم ان كلمته 7000 مره ما خدتش معاه يعني لا 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 حل يمين ولا شمال، ولكن انا على مسؤوليتي الشخصيه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي مع كابتن شوقي غريب في الاولمبياد على مسؤوليتي انا. واحد يقول لي سمعتها من شوقي غريب، اقول له ما سمعتهاش، شوقي غريب بيتفرج عليا دلوقتي في التلفزيون وكنت مكلمه قبل الهوا وقال لي ما اخترتش لسه يا كابتن، والكلام واضح جدا، الراجل لسه ما اختارش. ولكن اللي هينطبق على الشناوي هينطبق على كل لاعبي النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي هتكون موجوده في الاولمبياد يوم 18. شوقي غريب مظبط نفسه ان اللعيبه بمحمد الشناوي هيكونوا موجودين يوم 18، لو اختارهم الكابتن شوقي غريب عشان الكلمه دي بتفرق معاه بشكل كبير، لو اختارهم هيكونوا موجودين معاه يوم 18 لان الرولز بتاعت الاولمبياد بتقول ان اللعيبه ممكن تكون موجوده قبل المباراه بخمس ايام، ممكن قبل المباراه بخمس ايام يكونوا موجودين، فاعتقد ان امور محمد الشناوي هتكون سهله مع الكابتن شوقي غريب، واعتقد لعيبه النادي الاهلي هتكون موجوده يوم 18 مع المنتخب الاولمبي قبل المباراه الاولى بخمس ايام، خمس ايام انا قلت 17، كابتن شوقي غريب قال لي يوم 18، انا متاكد واداني رد قاطع، اذا لعيبه النادي الاهلي محمد الشناوي هيكونوا موجودين مع المنتخب الاولمبي لو اختارهم الكابتن شوقي غريب، عشان انا عارف الحته دي هو مركز فيها. على فكره انا عايز شوقي غريب لان شوقي غريب بيصحي كل اللعيبه لحين اعلان القائمه، شوقي غريب مدير فني كبير ودماغه مترتبه وعارف بيعمل ايه، وعندي الحقيقه طموح كبير جدا معاه، يعني عندي احلام ان احنا نوصل لنقطه بعيده جدا معاه، دي توقعاتي الشخصيه، دي توقعاتي الشخصيه. علي معلول بعض الناس كانوا اتكلموا على تجديد علي معلول مع النادي الاهلي. علي معلول انا اتكلمت قبل كده في موضوع وبرضه خدوها مني وعلى مسؤوليتي، اعتبروا علي معلول جدد في النادي الاهلي. تاني نقولها تاني، اعتبروا علي معلول جدد في النادي الاهلي، ما بقولش ان علي معلول جدد او ممكن اقول علي معلول جدد، اعتبروا ان علي معلول جدد في النادي الاهلي، موضوع منتهي خلاص. ده ما يخص أخبار النادي.